مشاهدينا الكرام، صباح الخير. بنرحب فيكم مشاهدي مريم تي في وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وحول العالم ببرنامجنا الصباحي على الموعد المستمر معكم مباشرة على الهواء لغاية الساعة 12 ظهرا من شاشة مريم تي في. اليوم الخميس 19 تشرين الثاني 2020، شهر تشرين الثاني من بداياته حمل لإلنا بدايات جميلة بشرى سارة. أول أحد من تشرين كان مدخل لزمن الميلاد تنتحضر لولادة يسوع المسيح المخلص. بنص شهر تشرين أعلنت شركة فايزر عن إطلاق طعم لمرض أو لجائحة كورونا كوفيد 19 بعد أن توفي ملايين من الأشخاص حول العالم بهالجائحة، وحتى اللي شفيوا معظمهم تركت مضاعفات بالرواية. وبعد أن أطلقت هالخبر السار فايزر أنه صار في طعم قابل للاستعمال، بعد بأسبوع فقط شركة موديرنا أيضا أعلنت عن الطعم يفوق طعم فايزر ب 5%، يعني 95% عنده فعالية طعم موديرنا عن طعم فايزر. وأيضا موديرنا أعلنت أنه هناك سهولة بحفظه وسهولة أيضا بتسويقه. إذا شهر تشرين وعدنا بهيك بشرة سارة، بنوقف مع فيديو لنشوف كل الأخبار الجديدة عن كوفيد 19. من بعد ما زاد عدد المصابين بمرض كورونا ومن بعد ما صار من الصعب على وزارة الصحة أن هي تتبع أثر الأشخاص المخالطين للمصابين بالفيروس، كيف فيك تساعد؟ بدنا ننزل تطبيق معا ونكون عم نستفيد من التكنولوجيا معا. هو التطبيق الرسمي للبنان لتتبع المخالطين. حمل تطبيق معا MA3AN، وإذا كان في عنا مستخدم مسجل حالة إيجابية لكورونا ممكن أنه يتنبه المستخدم الآخر اللي كان على مسافة قريبة منه. العملية كتير سهلة، سجل رقم هاتفك المحمول الموبايل نمبر، شغل البلوتوث، شغل النوتيفيكيشنز، حمل البيانات اللي خزنها التطبيق على هاتفك لتسمح لوزارة الصحة بإنذار المخالطين لإلك. نحن حريصين لنأكد على أنه التطبيق هو بيحترم خصوصيتك لأنه ما بيكشف عن هويتك وما بيتبع موقعك الجغرافي. حمل تطبيق معا مجانا لأنه معا نعمل كل الفرق. شكرا لوزارة الصحة ووزارة الإعلام على جهود في هذا المجال. نتمنى الصحة والسلامة للجميع، كما نتمنى شفاء العاجل لكل المرضى وخاصة مرضى كورونا. ومنتابع مشاهدينا بشهر تشرين، عنا بعد أواخر شهر تشرين أيضا يحمل بشرة سارة وأخبار سعيدة. عنا ب 22 تشرين ذكرى الاستقلال، ذكرى ولادة وطن استقل من بعد ما جاهد أبنائه لانتزاع الاستقلال من الانتداب الفرنسي. ولكن الحقيقة لبنان ما أخذ استقلاله الفعلي لنيسان 1946 عندما انجلى، يعني يوم جلاء آخر جندي أجنبي عن وطننا لبنان. وطبعا شهر تشرين وخاصة اليوم بيحمل يوم عالمي للفلسفة. رح نوقف مع فيديو منتابع. اليوم العالمي للفلسفة يصادف في 19 تشرين الثاني نوفمبر من كل عام. الفلسفة هي دراسة طبيعة الواقع والوجود، ودراسة ما يمكن معرفته والسلوك السوي من السلوك الخاطئ. ومفردة فلسفة مصدرها إغريقية وتعني حب الحكمة، وهي بالتالي واحدة من أهم مجالات الفكر الإنساني في تطلعه للوصول إلى معنى الحياة. ويراد من احتفالية 2020 دعوة العالم بأسره للتأمل في معنى جائحة كوفيد 19
وتوكيد الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التأمل الفلسفي لمواجهة الأزمات المتعددة التي نمر بها. وتطرح الأزمة الصحية تساؤلات عدة عن جوانب متعددة في مجتمعاتنا، وفي هذا السياق تساعدنا الفلسفة على اتخاذ المسافة اللازمة لاتخاذ قرار المضي قدما بشكل أفضل من خلال تحفيز التفكير النقدي في المشكلات القائمة بالفعل التي تسبب الوباء في وصولها إلى ذروتها. مشاهدينا، كمان اليوم هو اليوم العالمي لوقف الإساءة ضد الأطفال. نتمنى أنه أطفالنا يربوا بمجتمعات سليمة، ونتمنى كمان مشاهدينا لكم تكون هالأيام المقبلة حاملة رجاء وأمل وفرح. نتمنى لكم نهار مبارك، كما ونتمنى تقضوا برفقتنا أحلى الأوقات. وإلى أخبار الطقس. طقس خريفي عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع حرارة معتدلة خلال النهار ومنخفضة خلال الليل على الجبال، خاصة الجبال الشمالية والبقاعية. ولكن سنشهد غدا تقلبات بالطقس وأمطار، وهناك أيضا ثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق. إذن سنشهد تقلبات في الطقس ابتداء من بكرة الجمعة ولغاية الأحد المقبل مع أمطار. الرطوبة رح تتراوح بين 40% و60%، والبحر منخفض الموج والرياح شمالية غربية. أما الحرارة فرح تسجل لليوم الخميس واليومين اللي جايين، اليوم 17-24 أقصاها، بكرة الجمعة 16-21 مع أمطار، إذن هناك انخفاض لدرجات الحرارة وأمطار. والسبت أيضا ستنخفض لتسجل 15-20. إذن عنا ويك أند ماطر، الأمطار بتستمر للأحد، الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق. نتمنى لكم مشاهدينا نهاية أسبوع حلوة رغم الأمطار. وإلى نساء رائدات. دكتور رنا الدجاني. برع الدكتور رنا الدجاني في مجال البيولوجيا الجزئية، حصلت على شهادة الدكتوراه في المجال من جامعة أيوا في الولايات المتحدة الأمريكية. ارتكزت أبحاث دكتور رنا على الجينات وعلاقتها بأمراض السكري والسرطان، دعت لإصدار قانون يشرع أبحاث الخلايا الجذعية والعلاج في الأردن. حازت على المرتبة 13 للقب أقوى امرأة عربية في قائمة عرب بيزنس. نتمنى أنه كل النساء تعمل لخير وتقدم المجتمع. نحن بعصر يتوجه فيه العالم لإبراز المرأة بشتى المجالات، نتمنى لها كل التوفيق. وإلى أخبار طبية. رغم نسبة نجاحه وفعاليته العالية، طعم فايزر عم بيواجه مشكلة. شو هي مشكلة طعم فايزر؟ بعد أن أكدت شركة فايزر الأمريكية الرائدة بمجال الأدوية أنه الطعم اللي عم بتحضره سيكون فعال بنسبة 90%، برزت مشكلة رئيسية لهالطعم. شو هي؟ يمكن هالمشكلة انها تفسد فرحة الخبراء بهالإنجاز، لأنه الطعم مجبورين انه يحتفظوا فيه على درجة حرارة ناقص 70 وما فوق، ناقص 70 ل 80 درجة مئوية مفروض ينحفظ طعم فايزر. وهي هالدرجه، درجه الحراره هيدي هي حراره مسجله عاده بالشتاء بالقطب الجنوبي.
ومعظم الثلاجات اللي متوفرة حول العالم درجة حرارة الفريزر فيها هي ناقص 20، ودرجة حرارة البراد هي بين 4 و6 لناقص 4 لناقص 7 درجات. إذن يعني رح يكون في تعذر أو صعوبة لنقل الطعم وللاحتفاظ بالطعم عند الأطباء اللي هن بدهم يطعموا. لكن سيكون توافر اللقاح رهن أيضا بإمكان إنتاج اللقاح بكميات هائلة وتخزينها بظروف مؤاتية ونقلها أحيانا مع المحافظة عليها مجلدة أو على درجات حرارة متدنية وإيجاد الطواقم الكافية لحقنا. وبعد ما سجلت شركة فايزر هالطعم طلبت من الـ FDA أنه تعطيها الموافقة لحتى تسوقه. بعد بأسبوع فقط أعلنت شركة فايزر بأسبوع فقط أعلنت شركة موديرنا عن كمان توصلها للقاح نسبة فعاليته 94.4%، وهو ليس بحاجة إلى تبريد على درجة منخفضة جدا، فيمكن تخزين هالطعم طعم موديرنا على حرارة ناقص 20 درجة لمدة 6 أشهر، وهي طبعا فترة أطول من طعم شركة فايزر، لأنه شركة فايزر ممكن يتلج لمدة شهر واحد على درجة حرارة ناقص 70 أو ناقص 75. إذن فينا نخلي نحتفظ بطعم موديرنا ل6 أشهر بالفريزر، وفينا نحتفظ فيه على درجة بتتراوح بين ناقص 6 ناقص 4 ناقص 6 لمدة شهر. يعني بيقدر الطبيب اللي بده يعطي هاللقاح يخزنه عنده بالبراد تبع الكلينيك للعادة يعني لمدة شهر، مما يعطي أمد أطول هاللقاح أنه يعيش. طبعا هالطعم سبق فايزر وعم تتسابق 10 دول لإنتاج لقاحات، وإذ تتسابق الدول وشركات الأدوية حاليا على إنتاج هاللقاحات يبقى طعم موديرنا هو الأفضل للآن، وتبقى مشكلة إنتاجه بكميات كافية ليتوزع حول العالم هلأ هي مشكلة. لهيك رح تضطر جميع البلدان للانتظار لغاية نهاية 2021 لإمكانية استعماله. وطبعا هيدا إذا عطيت الـ FDA الأبروفل يعني الموافقة على أنه ممكن يستعمل هالطعم. وبانتظار موافقة الـ FDA رح تنتج موديرنا حوالي 1.5 مليون كدفعة أولى، رح يتوزعوا بس بأمريكا وفايزر أيضا، ومن ثم بتبلش تزيد طبعا إنتاجها لحتى يوصل لكل بلدان العالم. هي بشرة سارة، ولكن من هلأ لا ينزل عنا اللقاح اللي رح تطلبه أكيد وزارة الصحة، لازم مشاهدينا نلتزم بالكمامة، نلتزم بتباعد اجتماعي لا يقل عن متر لمتر ونص مع وضع القناع، وأيضا من بعد التباعد الاجتماعي ما بننسى نغسل يدينا باستمرار، لازم كل ساعة نغسل يدينا. هيدي كانت أخبار موديرنا وأخبار فايزر والبشرة السارة للبشرية. هلأ مشاهدينا رح نوقف مع عمانوئيل مع الأب أنطونيوس بديفايدر. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إن طرق الرب مستقيمة والأبرار يسلكون فيها. بهالقسم الأخير من نبوءة هوشع منكفي نحن فترة تهيئة للصوم بانتظار المخلص، وربنا عم بخبرنا إنه مهما كانت طريق التوبة صعبة علينا، وكتير مرات نحن منتفركش أو منضيع الطريق، عم بيخبرنا أنه قد ما كانت الطريق صعبة
ولكن هي طريق مستقيمة. إن طرق الرب مستقيمة، يعني الإنسان إذا بيكون ماشي فعلا وحاطط عيونه صوب الرب ما معقول يكون عم يبعد. نعرف نحن كيف بطرس لما كان ماشي على المي، ماشي على الصعوبات وعيونه على الرب ما كان همه، ولكن لما زاح عيونه وصار ملتهي بالعواصف بلش يغرق. الأبرار يسلكون بهالطريق اللي بتوصل لعند ربنا، يعني كل إنسان عم بيعيش بحسب مشيئة ربنا عم بيتهيأ تيكون عم بيستقبل ربنا، هو قادر أنه يكون عم بيستعمل هالسلم السماوي اللي ربنا نصبه تينزل ويتجسد، وبنفس الطريقة يكون الإنسان عم بيستعملها تيصعد مع الملائكة، يصعد ويمجد الرب. هالراعي الصالح اللي نزل وفتش على الخروف الضال بده أنه خليقته ضل مجموعة ويكون راعي واحد ورعية واحدة. هالتوبة الصادقة ما ممكن تصير إذا نحن ما بعدنا على البرية مثل ما بيقول النبي، هنيك منكون فعلا منا ملتهيين بالأمور الدنيوية، أمور الأرض اللي بتلزقنا بهالأرض ما بتخلينا نرتقي بقلوبنا إلى فوق. ربنا بده إيانا نترفع عن كل شيء دنيوي، وإن كنا عايشين بالعالم هيك صدقا منكون نحن عم نعرف أنه الله هو رب المجد. أمين. الله معنا على طول، هيدا شيء أكيد. المهم أنه نفتح قلبنا، نفتح نافذة لحتى النور يفوت على قلبنا ويتجلى الرب من خلالنا. نتمنى أنه هالفترة الزمنية اللي بتفصلنا عن عيد الميلاد تكون فترة روحية بامتياز، هيك تعطينا كل السلام الرجاء والفرح من هلأ لوقت. مشاهدينا هيك بنتمنى هالأيام تمرق على سلام من كل النواحي السياسية، البشرية، الاجتماعية، الاقتصادية، وأيضا الصحية. مشاهدينا رح نختم صبحيتنا مع نصيحة رياضية من بول غانم من بعد فاصل، ونبدأ باستقبال ضيوفنا. وضيفي الأول هو طبيب التجميل أو اختصاصي جراحة التجميل، وهو دكتور شربل توق. رح نحكي عن المضاعفات السيئة اللي ممكن يتركها على الوجه، حقن الأبر. خليكن معنا. هاي، رح نعمل اليوم حركة فينا نعملها بالبيت أو حيلا محل. رح نبلش بحركة البوش أبس. أهم شيء انتبه على معدتي، كواعي دبن شوي لجوا، بعلي ظهري، باخذ نفس انا عم بنزل، اكسهيل وين يو بوش اب. تاني حركة رح نعملها هي السكوات. اهم شيء انتبه على اجري تضل كلها على الارض. اتس فاين اذا راحوا ركبي لقدام اكثر من توز. بدي شد معدتي، بجرب خلي ظهري جالس، باخذ نفس انا عم بنزل، اكسهيل وين يو جو اب. تالت حركة هي الدبس. بتشغل ايدي من ورا، بتعش شوي ركبي، وبلش اتعش كواعي، بس يدق خصري بالارض برجع بطلع. رابع حركة هي البريدج. بتشغل لي الجلوتس ومعدتي بذات الوقت. اهم شيء ابرم خصري لجوا، برجع بعليه، hold it 2 seconds and go down. كل حركة فينا نعملها 3 sets of 15 reps. هاي كانت نصيحتنا لليوم، ونشوفكم نصيحة جديدة. ها
هذه هي بشرانا في الميلاد، فرح عظيم لأن الله محب ولأنه يريد أن نحيا. ولقد جاء معنا ليحمل معنا.